ماذا ورد في فضل حسن الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لأمته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.